اليوم عادل كي تجي تقول لي المنشآت العمومية، نعاود نقولوا كيف أسندت الصفقة؟ ومن أسندها ولصالح من؟ كيف أنجزت؟ وشكون راقب عملية الإنجاز؟ وشكون صحح على البيفي الخيراني اللي على أساسه راهي متماشية مع كرة الشروط الأولية؟ وشكون من بعد يقوم بواجب الصيانة؟ وقت اللي ندخلوا في السيركوية هذايا من أول ولآخر تو نعرفوا ونحن ما نحبوش نعرفوا. نعطيك اكزومبل بسيط، اليوم ثم زيارة الوفد المشرف على الألعاب المتوسطية 2021 اللي نحن مقدمين كتونس صفاقس كمدينه متوسطيه لاحتضان الالعاب المتوسطيه 2021. بالله عليكم كي يمشي يتفرج في تيران صفاقس شنو هو ينجم يقول الوفد هذا؟ مدينه صفاقس وما ادراك ما مدينه صفاقس، بحجم الاستثمارات بالعباد بالرجال بالنساء بالفلوس باللي تصور في مخك. اليوم كي يمشي يزور شنو هو النوت اللي نجم يعطيه لنا؟ نحن توانسه كان نمشيو نزور انا وياك صابر توانسه ونحبوا انه صفاقس تاخو، شنو هو النجم نعطيه؟ هذا تم افتتاحه في بهرجه كبيره. هاو 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 شنو هاو شنو البلاغ الصادر الان؟ خلينا نقراه على مسامعكم، مع طبعا مصحوب بهذه الصور خلي الناس تكون في صورة ما يحدث. بلاغ توضيحي من بلدية صفاقس حول وضعية عشب الملعب الطيب المهيري. قامت بلدية صفاقس ببذر ملعب الطيب المهيري بصفاقس خلال شهر أكتوبر 2014 ونظرا لعدم توقف نشاط البطولة، فقد تم إتلاف العشب المزروع الجديد. ولإصلاح الوضع قامت بلدية صفاقس باغتنام فرصة توقف البطولة بمسابقة نهائيات كأس أمم أفريقيا، هي بصلاح الوضع. دونك في الأثناء قامت بإعادة بذر الملعب ببذور جديدة، وذلك عن طريق مقاول الصيانة الخاصة بملعب الطيب المهيري. دونك قالك العوامل الطبيعية خلال الأشهر الأخيرة الفارطة هي اللي خلات الوضعية توصل معناها للوضع ذايا، وعدم نمو العشب بصفة طبيعية وبصفة سريعة. وقال أنه في شهر في شهر هذا بعد 10 أيام جمعتين وقت يتحسن الطقس باش ترجع الأمور كما هي. وهذا البلاغ ممضى من طرف رئيس النيابة الخصوصية المبروك القسمطيني. تفضل. ليكسكوز تكنيك نعطوه هنا على أساس يرقد ويفيق. ثم اوقات ما يمشيش فيها اوقات يمشي فيها. انا في اكتوبر 2014 حال الافتتاح الكبير اللي صار في ملعب صفاقس وكان بحضور وزير الشباب والرياضه ووالي الجهه ورئيس بلديه والمعتمد ومندوب الشباب والرياضه، ما سمعتش الكلام هذا. رجعوني في اكتوبر 2014، شكون منا سمع الكلام نتاع البذور ويرقد ويفيق وين؟ يا خويا ميسيرج انا مصدق، انا معاك، انت تفهم تكنيكمون خير مني، هذه امور فنيه في زراعه العشب وصيانه العشب وانا معاك، ما نقولكش لا، اختصاصي قانوني ما نجمش ندخل في اختصاص غيري، لكن على الاقل عندي ذاكره صغيره، اكتوبر 2014 جاوبوني سمعتوه بس سمعتوه. انا ما سمعتوش، ريت انه افتتاح لملعب صفاقس اللي قلنا راهو 15000 شويه على صفاقس، اللي قلنا راهو فيستيرات لازم يتبدلوا يليقوا بصفاقس، اللي قلنا راهو عشب صفاقس ما ينجمش يحتوي كل الجمعيات الكرويه اللي موجوده في مدينه صفاقس. قلنا لهنا وصلنا وحدها، بيان سور سي اس اس وحدها قلنا لهنا وصلنا. ومن بعد دعمنا الكرات، دعمنا صفاقس باش تكون مدينه متوسطيه 2021. اليوم بالله سؤال انكاري، اسكو الناس كي باش تجي تراقب ملعب صفاقس باش يقولوا لها ليكسكيوز تكنيك هذايا، باش يقول لها راهو انا عملت هكا وهكا وهكا، ما باش يقول لها عندي بروجي، هاو البروجي نتاع صفاقس 2021.